المكسب 3 بوند كان مهم جدا على المستوى الفني. انت بتتكلم على الثقه كمان بالنسبه للانتقادات قلت بشكل كبير جدا، وكابتن حسام محتاج في الفتره اللي جايه ان يكون الجو ايجابي بشكل كبير جدا. انت عارف برضو عندنا ان شاء الله في مارس مباراتين، لكن اعتقد ان احنا حسمنا الوصول للمباراه. نتكلم على جزئيه مهمه جدا، انت بتتكلم على لعيبه صغيره، بتتكلم مع محمد شريف، ونتكلم على تالق مثلا لعيب النادي الاهلي بوجه خاص في المباراه دي، بنتكلم على الشناوي، بنتكلم على حمدي فتحي، بنتكلم على ايمن، بنتكلم على حتى محمد شريف اللي كان في انبي وراجع للنادي الاهلي. رؤيتك وخاصة نتكلم الأول طبعا على محمد شريف ونرجع يعني بالخط الورا كده لغاية ما نوصل للشناوي. يعني هو طبعا محمد شريف من اللعيبة اللي كانت مميزة جدا في الدوري، وهو تاني هداف دوري وما بيلعبش في، يعني كان خارج سور النادي الأهلي، يعني ما كانش في الفريق، وإحنا متعودين دايما الهدافين معظمها بتبقى من النادي الأهلي، لكن أنت بتلعب في فرقة تانية ومعار وتطلع تاني هداف دوري، دي حاجه كويسه، معنى كده ان انت راجل تستحق انك ترجع فعلا النادي الاهلي وتمثل النادي الاهلي. وده ظهر في المباراه بتاعه المنتخب، هو عنده سرعات وقوه وقدر يستغل، الكابتن حسام قدر يستغل الموهبه كمان اللي موجوده عنده فنيا، واداله المباراه وهو عنده ثقه انه فعلا ان شريف هيبقى حاجه مبشره. ووظفه كمان خلي بالك كان بشكل كويس، انت عارف في انبي معظم الوقت كان بيلعب سترايكر، بيلعب راس حربه. ومحمد شريف برضو نفتكر قبل ما يجي النادي الاهلي كان بيلعب في انبي على الاطراف، على الاطراف، فبرضه رؤيه كويسه من كابتن حسام انه شاف ممكن يلعبوا في بس هو في النادي الاهلي لما لعب يا كابتن لعب على الاطراف، لعب على الاطراف بالظبط، وفي ماتشات كان بينزل في الشوط الثاني وكان على طول بيجيب باهداف، يعني كان صحيح. تغيير دايما ناجح للنادي الاهلي في الفتره اللي هو كان بيلعب فيها. تمام. طبعا الشناوي لا نرجع انت ارجع بقى على خط النص على حمدي فتحي، انت كده نضيت خط النص، ارجع على حمدي فتحي. لا حمدي فتحي ده بالنسبه لنا ده لعيب متكامل. لو انت اتفرجت على الماتش بتاع امبارح يا كابتن، كل هجمه على النادي على منتخب مصر بتوصل 18، حمدي جوه ال 18، وكل هجمه لمنتخب مصر في 18 الفرقه بتاعت توجو حمدي فتحي موجود في ال 18. وده اللي بنتكلم بوكس تو بوكس. لعيب اي مدرب يتمنى ان هو يبقى موجود في ملعب في فريقه. تكتيكي 100 100، لعيب مهاري 100 100، هداف ما شاء الله، يعني يمكن بيخش اكتر من الهافات الطرف ال 18. لعيب هاف ديفندر مدافع بيعملها كويس جدا. بلاي ميكر اللي هو لعيب 8 جنب 6 في نص الملعب بيعملها هايل. فبصراحه من اللعيبه الكويسه جدا، اللعيبه المميزه، اللعيبه اللي هو فعلا لما يرجع، يمكن هو خد في الفتره الاخيره صحيح، لكن مستواه ما كانش لسه وصل للفورمه. انا شايف ان هو ماتش امبارح ده يعني خلاص، يعني مستوى دولي طبعا. بالظبط، يعني في فورمه 100%. الفترة اللي جاية وخاصة الماتش بتاع 27 ده هيبقى بالنسبة له حاجة كويسة جدا ان شاء الله. يعني في تاني من اللعيبة الشناوي، خلاص يعني الشناوي امره محسوم، الشناوي يعني ده ما يعني مش محتاج كلام كتير. شنو ده يا عم بيعمل كمان دلوقتي اسيست وما شاء الله بيوصل، يعني بيعمل زي بتاع ليفربول بالظبط.